الكاميرا الخفية التي تستضيف اليوم دون سابق إعلام طبعا المخرج مخرج شريط السيدة محمد زران. محمد زران اللي حبيته يعيش لحظات تشبه شيئا ما أحداث الشريط متاعه. فمحمد زران بدينا أول حاجة ضبطنا له موعد مهمي مع محطة تلفزيونية عربية باش يعمل معها حوار بمناسبة خروج شريط السيدة على شاشات السينما. ثم كنا قد نسقنا واخذين زوج ممثلين اللي اختارهم محمد زران من الحي الشعبي السيدة وقدمهم للشاشة لأول مرة، عبد القادر البغالمي وشادلي بوزيان، بعد ما كنا نسقنا مع أخوه جمال وتأكدنا لمحمد زران ما يعرفش الفنان محمد الغضاب. السيدة هو فيلم روائي وليس بصراحة يعني ولا يطرح يعني مسيرتي الذاتية أو تجربتي أو ماضية، بالعكس هو فيلم روائي كامل يعني فيكشن، يعني كل ما يعني قصة كلها يعني مبتدعة مكتوبة يعني من خلال ما شوف شو هو هذا؟ لا عاد وين؟ يا جمال كرطبليتي منكر نتاي شوف يا استاذ محمد شو اللي صار؟ سامحني بلاش سمك يا ربي تفضل. محمد زرن محمد زرن محمد شنو رقم تاع سيارة؟ رقم ما يذكر كان 77 فقط الرقم تاع مش موجود. قريبة عليك لا قريبة وزرقاء قريمة طريق زرقة زرقة غامقة غامقة قريمة رمادي خالق عادش علق خالق لحدوها في مفترق تعالوا يعني بصير أشياء كثيرة مثل أمريكا حنرجع حنرجع يلا نرجع ما بتدرك استاذ ايوه دي كاركتك خليتها خليها قدام الفاركين قدام في لحظة مشيت احنا صوروا والكهرباء خرجت قدامنا تصور قدامنا صحت المراجع الامريكان هو 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 احنا راجعين الرامبوان بطلب اللي هي دورية تقوم بالواجب نتاعها ولادي هذوك شادلي قدور اشتعمل ولادك كمل عليك شبيك شبيك شادلي شبيك شادلي شبيك قدور جيني شادلي هذوما اللي سرقوا الكرب تعرفهم مزقوا سرق الكرب هذاك مزقوا تعال هذاك ولادي بربي اللي هربوا من الكرب لا شادلي امان امان سني عنا بيه بربي سني عنا بيه لسه كربة حتى لسه قملة سدي ليهم توا ذوما اللي هربوا من الكربة بهيشي جابوهم الزملاء توا يا اخي نلعبوا احنا اسمع 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 محمد اسمع حتى محتينا بلاي سامحني انا نحكي معك سي محمد شو تقصد بولدك؟ ودي هكا مصر داعي هذاك الشادي هذاك بطل سيدي شادي بوزين هذاك يا باخي تحكي على التمثيل توا انت باخي تمثيل تمثيل شو ولادك انت ربيتهم انا ولادك انت تبارك الله عليهم كمل عليك شنو ولد تو هذوما اللي شديتوهم سرقوا الكرم هذوما اللي شديتوهم هربوا شنو تقول يا ولاد؟ ليش خلطوا تو؟ مرة تضحك ومرة تقول لي ولادك ما يا ولدي هذاك بتاع هذاك 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 خدم معايا على الفيلم هذاك خدم معايا على الفيلم شنو ما يسوقش ما عندوش برمي هذاك كسر الكرم هذاك ما عندوش واحد كبير فما واحد كبير هرب تو يجيبوه كبير وينه هذاك كبير ما تمكناش باش يشدوه حتى ذاك ولدك زاد الكبير اللي يسوق ما ذوما اللي معاه من الفيلم ذوما اللي هربوا معاه لا تبارك الله عليك مساكم يا ابو مساكم يا ابو مساكم
يا مبروك سي با بوسيبل. شنو الفيلم؟ شنو شنو هي حكايه الفيلم؟ ايش شد ايش سمى سمى ايش شد ما شد 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 سمى 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 بالحق شد سمى سمى احكي لي شاد لي شاد لي شبيه يا سي محمد سمحت براس ربي براس ربي في الكهرباء سارقين الكهرباء هذوم معهم واحد كبير هرب فهمتني تو شنو الحكايه؟ انا ما فهمت شيء فهموني شنو الحكايه ولا جمال حكي لي صح جمال المخرج تاع فيلم السيده وهذوما زوز مثلوا معاه في فيلم السيده وشي ما مع حكايه سرقه شنو الحكايه والله اخي هم عاودوا الفازه في الدنيا تو بلا سامحني حاب نقول لك كلمه معناها انت علمتهم يسرقوا في الفيلم باش علموا فيها صلي على بين علموا في السينما علموا في الناس في السينما بربي شنو سينما سينما ولا واحد واحد بربي صلي على بين قلنا بربي شنو الحكايه هذه والله هاي نتيجه الفيلم تاعك تفرج معناها انت تو في الفيلم يسرقوا اسمع اسمع انا دار عليك انت تو اسمع اسمع لا عاد مش معقول كاينك انت اسمع اسمع عايش خويا عايش خويا من من ما ما لا انت بصراحه قاعده تخلوض وما فهمنا حتى شيء انت فهمنا اش معناها تقول لي فيلم يسرقوا معناها هم مازالوا يمثلوا تو في الفيلم والله مش عارف انا حتى انا قاعد نمثل ما على حساب هيك الناس كنت تمثل ولا ماني فاهم حتى تو انت شديتنا من بكري نمثلوا نمثلوا تو انتم تمثلوا علينا وليتوا تو مش معقول هذا مش معقول شو تعمل لي ولادي شو ولادي ولادي منين جبتهم ولادي سرقين لك رهبتك تقول لي ولادي هذوكم ولادي انا ربيتهم خذوا معايا فيلم لا تبارك الله على تربيتك لا ربيت ولقيت لا ربيت ولقيت تفضل ها نتيجة تربيتك مش معقول هز راسك كي نحكي معاك انت كل مرة يحكي لي حكاية انا ما عادش نفهم شيء جمال يا جمال براس امك براس ربيك شدوه شي غير فيها هذه راه ما بره حرام هذه حقيقه على الكرطابل على الكرطابل مستر كوبي تاع الفيلم ما الكرطابل هذيك هم بس بون وانا كطرب ربي انت فاهمين هذوك عندي انا وكم عندي انا تاع معاهم لا لا فاتت شبيك على كيف والله مستحيل اعملها ثم شكون دب عليه ثم شكون سامحني اسمع مستحيل اعملها هذوما ولد صغار ماني كيلي ثم شكون ثم شكون في الحكايه شادي قول لي قدور قدور شبيك ما يكلمنيش بيك قدور سبحان الله كلمني شادي استغفر الله العظيم يا جمال يا جمال شنو نحكي يا جمال نجم نحكي انا ولا ما نجمش نجم نحكي معاك سامحني عايش نجم نحكي معاك وما نجمش تفضل خاطر بلا نتفرج انا كاني خارج اللعبه وليد هذا مسرق ولا ما سرقوش جبنا على سؤالي من فضلك سرق ولا ما سرقوش بالنسبه لي ما سرقوش ما سرقوش هاي سايبهم لك نروح هاي تفضلوا العوان ما سرقوا لك شيء تثبت لي روحك تو سرق ولا ما سرقش نتاعك ولا ماهمش نتاعك هذا ما في فيلم يلعب يا رسول الله قاعدين يمثلوا ماشي مثلوا انا احنا نمثلوا نفدلكوا تو سرق ولا ما سرق شديتوهم ولا ما شديتوهمش فات الحكايه لكن هاو السيد قال لك لا سيد قال لك لا ما سرقوش نتاعي هو يعرفهم يعرفهم اي يا جماعه نروحوا ومساش السماح في الازعاج اللي عملته شنو شنو كيما شنو مال مش معقول مش معقول فيلم يبدا في مصر يا عيش خويا عيش خويا عايش خويا تفضل البتاع اس بي والكتاب بتاعي هذاك هو حياتي هذاك هو مستقبلي هذاك هو يعني ست سنين سبع سنين خدمه في الكرتابلو اللي قلت لك اللي قلت باش تجي وين الكتاب متفقين تفضلوا معايا يلا يلا دانا غادي انت تحرك زيد دانا تفضل انت تفضل زيد دانا بكدا حط ايش من ايش من من هنا زمن مشير خمسة معك إلا في كل مركز السيدة إلا في كل مركز السيدة سيدة قال مش تعلم يا عمي السيدة أبغت وين هتقوله 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 و